يقول: نرجو من أن تبينوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا. عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والترضي عنهم والاقتداء بهم والدعاء لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومحبتهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، وقد ناصروه وجاهدوا معه وآزروه، تجب محبتهم في الله عز وجل، ويحرم بغضهم أو بغض أحد منهم أو تنقص أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمحبة الصحابة علامة الإيمان، وبغض الصحابة علامة النفاق والكفر. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فما يغتاظ من الصحابة إلا كافر، ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة هذا دليل على كفره والعياذ بالله.